الشوط الأول المجتبى عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية ثالثا بأعلى أصواتكم. نبارك لكم أيها الأحبة مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أعاده الله علينا في حال أحسن من هذا الحال. في زيارة أو في زيارة أئمة البقيع عليهم السلام التي نبدأ هذا الحفل بالتبرك بها، السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أئمة التقوى، السلام عليكم أهل التقوى، السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا، السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم آل رسول الله، السلام عليكم أهل النجوى. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. نهنئكم أيها الحفل الكريم، أيها الحفل البهيج، بهذه المناسبة أعادها الله علينا في حال أحسن من هذا الحال. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا المقرئ أو القارئ السيد حسن سيد موسى، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. نشكر السيد حسن السيد موسى على هذه التلاوة ونسأل الله مزيدا من التوفيق. روى المفضل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده أن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بكى وإذا ذكر البعث والنشور بكى وإذا ذكر الممر على الصراط بكى وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها. وكان إذا قام عليه السلام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطراب السليم وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا. كان عليه السلام
إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه. فقيل له في ذلك فقال: حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وكان عليه السلام إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وكان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس. وعن علي بن جذعان أن الحسن بن علي عليه السلام خرج من ماله مرتين وقال الله ماله ثلاث مرات، حتى أن كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا، ويعطي خفا ويمسك خفا. وللإمام المجتبى عليه السلام أدعية شتى رويت عنه، وهي تتضمن مجموعة من المعارف والآداب، كما تحمل أدب التقديس لله تعالى والخضوع له والتذلل بين يديه، ونشير إلى نموذج منها. قال عليه السلام: اللهم إنك الخلف من جميع خلقك، وليس في خلقك خلف مثلك. إلهي من أحسن فبرحمتك، ومن أساء فبخطيئته، فللذي أحسن استغنى عن ردفك ومعونتك، وللذي أساء استبدل بك وخرج من قدرتك. إلهي بك عرفتك وبك اهتديت إلى أمرك، ولولا أنت لم أدر ما أنت، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره. صل على محمد وآل محمد، وارزقني الإخلاص في عملي والسعة في رزقي. اللهم اجعل خير عملي آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك. إلهي أطعتك ولك المنة علي في أحب الأشياء إليك، الإيمان بك والتصديق برسولك، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك، الشرك بك. نرحب باسمكم وباسم القرية بضيوفنا الأعزاء سماحة الدكتور الشيخ ميثم السلمان والرادود صالح الشيخ، ونرحب بهم. في كتاب للشهير السيد محمد باقر الصدر الأئمة الاثني عشر تعدد أدوار ووحدة هدف، فقرة بسيطة: لو كانت عاشوراء في زمن الإمام الحسن عليه السلام لكانت معركة الطف باسم الإمام الحسن عليه السلام، ولو كانت ولاية العهد التي حصلت في عهد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام لكانت باسم الإمام الهادي عليهم السلام. وهكذا فإن هناك تعدد الأدوار للأئمة المعصومين عليهم السلام، ولكن هناك وحدة الهدف. فهذا ما أردنا أن نشير إليه من كتاب الشهيد السيد محمد باقر الصدر. في الفقرة التالية نستقبل الطالب السيد حسن بكلمة افتتاحية، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. أسمى آيات التهاني والتبريكات أرفعها إلى مقام سيدي صاحب العصر والزمان الإمام المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
وإلى مراجعنا العظام وإلى علمائنا الأعلام، ولكم أيها الحضور الكرام بمناسبة ذكرى ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ويسرني أن أقف أمامكم لأقدم لكم لمحة بسيطة عن عليه السلام. هو الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، ولد في اليوم 15 من شهر رمضان المبارك في السنة 3 للهجرة. أبوه الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام أمه الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخوه الشهيد الإمام الحسين ابن علي عليه السلام، وجده النبي الأكرم الرسول الأعظم، وعاش معه حوالي 7 سنين. سماه جده النبي حسنا بعد أن نزل عليه الوحي بتسميته وأمر بختانه يوم 7 لولادته، وتصدق عنه ألقابه الطيب والتقي والزكي والولي والصبط والمجتبى، كنيته أبو محمد، وهو مع أخيه الحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو أحد 2 انحصرت بهما سلالة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، وهو أحد 4 الذي باهل بهم النبي الكريم نصارى نجران، وهو من أصحاب الطهر الذين نزلت بهم الآية الكريمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومن الذين أمر الله تعالى بمودتهم حيث قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال فيه النبي الكريم وفي أخيه الشهيد الحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من أحبهما. وروي عن النبي أنه قال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. ورث الكرم والعلم والأخلاق الفاضلة من بيت النبوة والإمامة والتضحية في سبيل الله والصلابة في الحق وحب الفقراء. عرف عن التواضع ومشاركته الأكل البسيط مع الفقراء ويدعوهم إلى بيته ويقدم لهم الطعام بيده. وكان الإمام الحسن يفضل أن يكتب له المحتاجون حاجاتهم في ورقة، فسئل عن ذلك فأجابهم: إني لا أريد للسائلين أن يريقوا ماء أوجوههم ليحفظ كرامتهم. ومن كرمه أن جماعة من الأنصار أرادوا بيع بستان لهم فاشتراه، وبعد مدة أصيبوا بضائقة مالية شديدة فرده لهم بدون مقابل. تعرض للسب من رجل من أهل الشام خدعه المجرم معاوية بن أبي سفيان، فابتسم الإمام في وجهه وقال له بأسلوب هادئ: أظنك غريبا، فلو أنك سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك، أو طريداً آويناك. حتى خجل الشامي وطلب العفو. اشترك في كثير من الفتوحات الإسلامية أيام الخلفاء 3. ساند الصحابي أبا ذر عندما هجره عثمان من المدينة. اشترك في حروب أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. ابتدأت خلافته وإمامته صبيحة
صبيحة اليوم الذي توفي فيه والده في اليوم 21 من شهر رمضان عام 40 هجرية. عقد الصلح مع معاوية بن أبي سفيان، وكان من بنود الصلح أن يتوقف معاوية عن اعتقال محبي الإمام علي وأتباعه، وأن يعهد بالحكم إلى الحسن بعد وفاته، وإن لا يرث ابنه الحكم ولا يسمي نفسه أمير المؤمنين، وأن يأمن أصحاب علي على أرواحهم. ولكن معاوية كعادته نقض المعاهدة قائلا في اجتماع عام أن كل شرط أعطيته للحسن ابن علي فهو تحت قدمي هاتين. عاد إلى المدينة تاركا العراق. من أولاده القاسم وعبد الله استشهدا مع عمهما الإمام الحسين في كربلاء، وجرح ابنه الثالث الحسن المثنى، ومن الذرية الحسنية والحسن الأنور والد السيدة نفيسة ذات المقام المعروف بالقاهرة. قتله معاوية بالسم عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث ابن قيس، بعد أن وعدها بتزويجها من ابنها يزيد ومئة ألف درهم، ولم يفي بعهده كالعادة. وذلك يوم 7 صفر عام 50 هجرية، ودفن في مقبرة البقيع بالقرب من جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، بعد أن منع من دفنه بجوار جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما تقول الأخبار هدم قبره في اليوم 8 من شوال 1346 هجرية المصادف 30/3/1928 ميلادية، مع قبور الأئمة الآخرين الإمام زين العابدين علي بن الحسين وابنه الإمام محمد الباقر وابنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام. اللهم ارزقنا في الدنيا معرفته واتباعه وزيارته، وفي الآخرة شفاعته وجواره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الطفل السيد حسن السيد محمد، ونسأل الله له مزيدا من التوفيق وأن يثبته الله على هذا النهج. نرحب مجددا بسماحة الشيخ سلمان والرادود صالح الشيخ، فليتفضلوا معنا على المنصة. حياكم. صلوا على محمد وآل محمد. كان الإمام الحسن عليه السلام لا يعرف للمال قيمة سوى ما يرد به جوع جائع، أو يكسو به عاريا، أو يغيث به ملهوفا، أو يفي به دين غار. ويقال إنه ما قال لسائل لا قط، وقيل له لأي شيء لا نراك ترد سائلا، فأجاب: إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا، وإن الله عودني عادة أن يفيض نعمه علي
وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة بسبب سماحة الشيخ والراجل مستعجلين، فنسعى لتقديم فقرتهم. والآن يتفضل سماحة الشيخ ميثم السلمان في كلمة الحفل. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك لكم جميعا بهذه الذكرى، وأسأل الله عز وجل أن نوفق وإياكم للاحتفال بها كما يريد، ولاستثمارها في ساحة الوصول إليه، ولفتح الأفق من خلالها للتآسي والتنمذج والاقتداء بأهل البيت سلام الله عليهم. فنحن في ذكرى ولادة الإمام المجتبى سلام الله عليه، لا نحتفل بالولادة البيولوجية الجسمانية المادية للإمام فحسب، وإنما نحتفل بولادة المشروع الحسني، وبولادة النهضة القائمة على الرؤى التي طرحها الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. ومن هنا لابد لنا أن نقف عند محطات من سيرة الإمام الحسن ومن حركة الإمام الحسن سلام الله عليه، ومن مشروع الإمام سلام الله عليه. ولكن أولا ينبغي لنا أن نشكر الله، فلولا اللطف الإلهي الذي تنزل علينا لما وفقنا لنعمة ولاية محمد وآل محمد. ولكن اللطف الإلهي اقتضى توفير سبل الهداية للعامة والخاصة، وقد وفقنا بذلك بمعرفة محمد وآل محمد، ولن نعرفهم المعرفة الحقيقية إلا إذا أزحنا الحجب بيننا وبين الله عز وجل، ووصلنا السير في حركة تهذيب النفس والنهوض بالذات في مسار العبودية بين يدي الله عز وجل. وهنا أريد أن أشير في هذا البعد إلى أهمية التنمذج بالأئمة الأطهار سلام الله عليهم. التنمذج هو التآسي العملي والاقتداء العملي بأهل البيت سلام الله عليهم. كثيرا ما ننطلق في حركة التآسي والاقتداء، أي في مشروع التنمذج، بالسعي لملامسة الصفات التي توفرت في شخصية المعصومين والتي تتناغم مع هوانا وميولنا، فنقتبس بعض تلك الصفات التي لا تتطلب منا عناء في تبنيها وفي اقتباسها. ولكن حركة التنمذج المنشودة هي أن أشخص تلك القيم والمبادئ والمنطلقات السلوكية التي توفرت في شخصية المعصوم، وأسعى
التنمذج بها واقتباسها بغض النظر عن كونها متوافقة مع مزاج الشخص وميول الذاتية أو غير ذلك. فالمؤمن الذي أدرك جمال أهل البيت سلام الله عليهم والذي عاين بعقله وتصوره وكذلك لامس بقلبه جمال الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يسعى للاقتداء والتنمذج بكل الصفات التي توفرت في شخصية الإمام الحسن المجتبى. المحور الأول الولاء والمحبة. قل لا أسألكم عليه من أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. انطلاقا من هذا العنوان الضخم لحركة العلاقة المعنوية مع الأئمة الأطهار سلام الله عليهم وما نلمسه في الساحة الإسلامية من التعاطي مع الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليه. الحسن والحسين إماما قاما أو قعدا. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه الروايات مذكورة في كتب العامة ونلمس أن الكثير من علماء المسلمين يذكرونها من باب تبيان محبتهم للحسن والحسين عليه السلام. ولكن السؤال المطروح هل المطلوب محبة فقط مع الأئمة الأطهار عليهم السلام أم المطلوب أمر آخر؟ هناك صفات قلبية وهناك صفات فعلية. هناك محبة تعيش في الصدر ولكن هناك مودة تتجلى من خلال الانفعال السلوكي الذي يستجيب لهذه المحبة. ولذلك المطلوب مع أهل البيت سلام الله عليهم هي حالة مودة وعلاقة مودة وليست محبة فقط. وهذه المودة تتطلب منا ذكر مآثر أهل البيت، ذكر فضائل أهل البيت، الاحتفال بميلاد أهل البيت سلام الله عليهم، التألم لآلام أهل البيت عليهم السلام. أما ادعاء المحبة من دون طرح مصاديق أصلا لهذه المحبة، أنا أسأل بالله، انظروا إلى مناهج الدراسة، انظروا إلى الإعلام العربي، انظروا إلى الجرائم الإعلامية التي ترتكب في حق أهل البيت عليهم السلام. لم يتعرض أحد على مر التاريخ لسرقة الحقوق الفكرية والمعنوية كما تعرض أهل البيت عليهم السلام. ولذلك حتى مناجاة المفتقرين الإذاعة قبل عدة أيام تطرح مناجاة المفتقرين للإمام زين العابدين سلام الله عليه، فماذا يقولون؟ وينسب هذا الدعاء إلى الحسن البصري، ومناجاة المحبين وينسب هذا الدعاء إلى عطاء الله السكندري، ولكن دعاء ينسب إلى أهل البيت كأن القوم لديهم تعمد أن لا تنسب فضيلة إلى أهل البيت سلام الله عليهم. فمن أين ادعاء المودة والمحبة؟ هذا السؤال الذي يطرح.
المودة والمحبة لها مصاديق عملية، وهذه المصاديق هي التي تبين لنا مقدار المحبة. حتى إذا نظرنا إلى مناهج التاريخ الإسلامي، المناهج الدراسية في المدارس، هل تقرؤون عن تاريخ الإمام الحسن عليه السلام وهو سيد شباب أهل الجنة؟ هل تقرؤون عن تاريخ الإمام الحسين في المدارس؟ ولكن تقرؤون عن تاريخ هارون المسمى بالرشيد؟ تقرؤون هذا التاريخ في المناهج الدراسية، ولكن تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم محارب، فلا يمكن لنا من خلال المصاديق التي نعاينها ونلامسها على أرض الواقع أن نقتنع بمقولة المحبة والمودة مع هذا الإقصاء المتعمد لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا هو المحور الأول. ولذلك إذا ادعى أحد المحبة فلنقبل هذه الدعوة ولندعوه للمزيد من المطالعة، ولكن على المستوى الرسمي في الدول العربية أصبح الإقصاء المنهجي واستراتيجية التهميش لتراث أهل البيت سياسة منهجية وليست تصرفات شخصية تصدر من بعض المسؤولين في الإذاعات وفي التلفزيون وما إلى ذلك، كأنه يوجد اتفاق بين الكثير من الدول على مجابهة هذه الثقافة، علما أن ثقافة أهل البيت عليهم السلام لا تصنع إلا السلام والأمن المجتمعي، ولا تنهض بالمجتمعات إلا إلى الرقي والتحضر والتطور. المحور الثاني، الإثنينية والتوأمة المنهجية بين الحسن والحسين عليه السلام. ينقل أن السيد البهشتي رضوان الله تعالى عليه قد قال: الحسن سيد الثوار، والحسين عليه السلام سيد الشهداء. وهذه المقولة تثير الذهنية باتجاه التنقيب في سيرة الإمام الحسن وفي سيرة الإمام الحسين عليه السلام. وأنا أشكر الأخ الكريم الذي قدم مقدمة من كتاب الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وأهل البيت وحدة هدف وتعدد أدوار، أشار فيها إلى العلاقة البنيوية بين حركة الحسن عليه السلام والحسين سلام الله عليه. نظلم كثيرا الإمام الحسن عليه السلام إذا طرحنا هذه الشخصية العملاقة التي عارضت الظلم وجابهت الطغيان وتحركت من أجل صناعة العدالة، نظلمها إذا وسمناها لأنها شخصية مهادنة للباطل ومسايرة للطغيان. وهنا أريد أن أشير إلى رواية، لا أتذكر نص الرواية للأمانة، ولكن أريد منكم أن تتأملوا في معنى الرواية فتعاملوا الآن معي بالتسامح في نقل نص الرواية، لأنني لا أتذكر نص الرواية، ولكن أتذكر أن الرواية توجد في الجزء الأول من أصول الكافي في باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله، في باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله.
يذكر أن رجل اسمه الحكم أتى للإمام الباقر عليه السلام والتقى به في المدينة فأخبره: علي نذر بين الركن والمقام. عقد النذر وهو بجوار بيت الله: علي نذر بين الركن والمقام أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة: إذا كان الالتباس يقع قبل الوصول للإمام الثاني عشر، فكيف لا يقع الالتباس في هذا العصر؟ وكيف لا نمر بهذه القراءات المتعددة لتعيين شخص الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف والشخصيات المرتبطة به؟ فقال له: علي نذر بين الركن والمقام ألا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا. لم يجبه الإمام، رآه بعد شهر فسأله عن سبب مكوثه في المدينة، فقال له: لقد أخبرتك بالنذر الذي عقدته بين الركن والمقام. فطلب منه أن يأتيه عشية، يمر عليه في الليل، فذهب إليه ووجه إليه بعض الأسئلة. الآن لا أتذكر نص الأسئلة، ولكن ما أشير إليه هو معنى الأسئلة. قال له: هل تقوم بأمر الله؟ قال له: كلنا نقوم بأمر الله. هل تواجه الظلمة والمستكبرين؟ لا أذكر النص، أذكر المعنى. قال له: كلنا نواجه الظلمة والمستكبرين. هل تؤمن بالسيف؟ قال له: كلنا نؤمن بالسيف ووارث للسيف. قال له: هل أنت المهدي؟ قال: لا، ذاك من ولد الحسين. هذا في المعنى لا في النص، لا أتذكر النص للأمانة. ولكن هذه الرواية تبين لنا حقيقة، وهي أن معارضة الظلم بالقوة هي منهجية ثابتة في سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن انتقال المعارضة بالقوة إلى معارضة بالفعل تستلزم توفر الشروط الموضوعية لهذا الانتقال، وهذه الشروط قد لا تتوفر لبعض الأئمة الأطهار عليهم السلام، أو قد لا تتنزل عليهم النصوص والتكاليف وما شابه ذلك لإلزامهم بموقف محدد في هذا الاتجاه. إذن المنهج الثابت لتراجمة الوحي أهل البيت سلام الله عليهم هو معارضة الظلم. كيف لا يعارضون الظلم وهذا الوحي منسجم مع الضمير الذي أرساه الرب في النفس البشرية، وهذا الضمير بطبعه ينفر من الظلم ويسعى للعدالة ويميل للعدالة ويميل لصناعة العدالة. ولذلك منهج الإمام الحسن عليه السلام ومنهج معارضة واضحة للظلم، ولكن وفق الأطر ووفق الإمكانيات ووفق متطلبات الساحة التي كان يعيش فيها. المحور الثالث والأخير، ولا صالح يشير إليه، أن عدنا أحياء في مسجد مؤمن ويجب أن نتحرك، ولا بأس بما أننا ذكرنا الإحياء في مسجد مؤمن
هذا المحور نتحدث فيه بصورة سريعة عن آداب إحياء هذه الليلة. كما يبتهج المؤمن على المستوى الخارجي في هذه الليلة، كما يأنس على مستوى المادة، كما يتعطر ويلبس الزي الجميل على المستوى الخارجي، فليجتهد المؤمن في إحياء هذه الليلة، وذلك من أجل تزيين الباطن ومن أجل الوصول إلى لذة المناجاة بين يدي الله والشعور بالنشوة الروحية والأنس المعنوي للارتباط بالله عز وجل. هنيئا لمن يجتهد في هذه الليلة لفتح مفاتيح الجنان، أعمال بسيطة على كل حال، ويستطيع المؤمن في بيته أو في المسجد أو ما شابه ذلك أن يجتهد في إحياء الأعمال المستحبة في هذه الليلة. أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأمة وأن يوفقنا للثبات على منهج أهل البيت سلام الله عليهم، وأن نرزق جميعا في الآخرة جوار أهل البيت عليهم السلام وشفاعة أهل البيت عليهم السلام، ويوفقنا وإياكم للوصول إلى اليوم الذي نصل فيه إلى جنة البقيع، فنرمق بأعيننا حرم وضريح الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. أختم قولي بالصلاة على محمد وآل محمد. الشكر الجزيل لسماحة الشيخ ميثم السلمان، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه على ولاية أهل البيت. إن السخاء الحقيقي هو بذل الخير بداعي الخير، وبذل الإحسان بداعي الإحسان، وقد تجلت هذه الصفة الرفيعة بأجلى مظاهرها وأسمى معانيها في الإمام أبي محمد الحسن المجتبى حتى لقب بكريم أهل البيت. تفضل أحسنتم شيخ. علشان بعد ما نأخر الإخوان نستقبل الرادود صالح الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت نصر المصطفى المختار ونجاة نفسك من عذاب النار، فاجعل نداءك
لك عند ذكر محمد صلوا عليه وآله الأطهار. نور براه الله من جماله فصار كل الخلق من عياله، فنور هذا الكون من محمد صلوا على الهادي الحبيب وآله. هاي الصلوات كلش ما تشجع. بعد واحدة اللهم صل على وصلي وصلي أنا الخير فضل من حبهم، جاوب أنا الخير فضل من حبهم. شنو وصلي وصلي وصوما بهدايتهم، وصلي وصلي يا رب يا رب يا رب اقبل مساعينا. وصلي خلكم وياي على المصطفى وعترته بهاي المسيح. وصفا وصفا والله 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 المجتبى حيرني. وصفا لا بعدكم مو قاعدين، بعدكم مو متعيين ياي، ابغي جواب حتى احس ان انتم وياي في القصيده. بارك الله بكم. والله المصطفى حيرني. بعدكم قعدوا له. والله المصطفى حيرني. بعد بعد أول مرة أشارككم في احتفال، ولكن يعني أبغي تفاعل أكثر. يستاهل ترى الإمام الحسن سلام الله عليه كريم أهل البيت. والله والله المصطفى حيرني. وصفه أحلى من العسل بلساني. شنو وصفه وصفه اكتب للمريض حروفه. وصفة يشفى وهالدواء مجرب علي، ويشفى وهالدواء مجرب علي، ويشفى وهالدواء او يشفى وهالدواء تستحون او يشفى وهالدواء. وجودة وجودة أهل باللي شرفنا، وجودة وما ننسى. أنا مستعجل والله كان ما أهدكم على هذا الجواب، ما أسكت عنكم. وما ننسى عطاياته، وجودة أفضل وكرم وإحساس،
وجوده هذا الحسن وجفوفه السخية. باسم المجتبى الليلة احتفلنا واعلنا فرحنا. باسم المجتبى الليلة احتفلنا واعلنا واعلنا بعد صوتك. باسم المجتبى الليلة واعلن للامام المجتبى متزين الليل وسعيدا فرع الفرحة للشيعة وتهاني اليوم من روح العقيدة. بالسلامة نسأل الله نسأل الله اليوم كل سنة هاليوم عيد ميلاد فرحان الشيعة. عيد ميلاد فرحان الشيعة احنا والنا الأئمة الله والموال الشيعي اسمه وهادي عيدنا احلى كلمة. انوار وهدايهم املنا واعلن باسم المجتبى باسم المجتبى الليلة اي والله هذا مذهبنا وفخر لنا وشرف نحيي امرهم. الله في القرآن اوجب للبشر والكون حبهم. فاز من والى الأئمة وكان في الدنيا يودهم. والحاقد بناره يسعر والحاقد بناره والحاقد بناره يسعر وبالسلاسل يسحبونا. يستاهل او في جهنم يحرقونا. اي والله والخلايق يسمعونا. وفي يوم القيامة هم ذخورنا واعلن باسم المجتبى باسم المجتبى الليلة احتفل. قلت انا لا عذب الله امي اللي علمتني حب علي الكرار حيدر والأئمة أرضعتني حبهم الغالي أظل يجري بشراييني ودمي. يا رب ثبتنا بحبهم يا رب ثبتنا بحبهم من رب السماء حبهم لازمنا اعلنا
باسم المجتبى باسم المجتبى كل شيء كل شيء بجمالك يا ابو محمد اشوفه حسن صوبكم بحر هني لا في بحارة لو لا كل شيء كل شيء بجمالك يا ابو محمد اشوفه حسن يا ابو الكرم والايادي يلي فعله حسن يا مرحبا بهالاسم عالي المراتب حسن يا مرحبا بهالاسم عالي المراتب حسن أهل بوجودك يا شمعة وزهرة الباسمة أهلا بوجودك يا شمعة وزهرة الباسمة يا من على هامة النجم بمقامة سما فيك العدل والتقى وطيب المعاني سما ومن حبك بكل زمان حال الموالي حسن اللهم صل على محمد وآل محمد عندكم فقرة للمولد له في فقرة لا إذا في فقرة خلاص أجيب عبودية وأختم الله يخليكم إن شاء الله عبودية واحدة وقت مدام عندكم الموجودة الفقرة خلاص عادة نجيبها وأهلا عن عيوني أبد ما تغيب وأهلا عن عيوني أبد ما تغيب وأهلا يا نبع الرحمة والمعروف وأهلا يا مرحب بالندى والنور وأهلا يا صبط النبي الهادي وحبيبا أفضل الصلاة نتقدم بالشكر الجزيل إلى الرادود صالح الشيخ وهناك فقرة تكريم من الرادود يتقدم رئيس المأتم أو تفضل بارك الله فيك ورحم الله والديك يا أستاذ صالح
رحم الله والديك. نفس ما قال لنا سيد حسين بعد، صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا ثالثا على حب الحسن. باقي عندنا فقرة وتكريم أو جوائز، يعني اللي عنده أرقام يجهزها، اللي ما أعطوا أرقام جاي متأخر يسكت أحسن. المهم شباب، في بنود المعاهدة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام سنذكرها بشكل سريع. المادة الأولى من المعاهدة تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله وبسيرة الخلفاء الصالحين. المادة الثانية أن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد. المادة الثالثة من بنود المعاهدة أن يترك سب أمير المؤمنين عليه السلام والقنوت عليه في الصلاة، وأن لا يذكر عليا إلا بخير. المادة الرابعة استثناء ما في بيت مال الكوفة وهو 5000، فلا يشمله تسليم الأمر، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسين كل عام 2000 درهم. والمادة الخامسة على الناس على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم. من الواضح أن الإمام الحسن عليه السلام هادن معاوية، ولكن لم يفقد أي رصيد من قوته العسكرية والأمنية والسياسية قيد شعره، وذلك لأن الإمام الحسن عندما هادن معاوية وضع شروطا، وكانت هذه الشروط كلها في صالح الإمام الحسن عليه السلام. تفضل سيد. قال النبي صلى الله عليه وآله في فضل شهر رمضان: من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. صلوا على محمد وآل محمد. وقال العسكري، الإمام العسكري عليه السلام: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم. وقال الباقر عليه السلام: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وعلى أهل بيته. أما الآن فكلمة للطفل يوسف جلال، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم جميعا أعزائي الحضور حلول مولد حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابن فاطمة الزهراء وعلي المرتضى عليهم السلام، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام فرح وسرور للمسلمين جميعا. ولادة الإمام الحسن عليه السلام: المشهور أن مولد الإمام الحسن عليه السلام كان ليلة الثلاثاء منتصف شهر رمضان المبارك سنة 3 للهجرة أو سنة 2 على قول. اسمه وكنيته وألقابه عليه السلام: اسمه الشريف هو الحسن، وكنيته أبو محمد، وألقابه السيد والصبط والأب والأمين والحجة والبر والنقي والزكي والمجتبى والزاهد. محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحسنين عليهم السلام، والأحاديث عن محبة
محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآله للحسنين عليهم السلام وركوبهما على عاتق أو أمره بمحبتهما وقوله إنما سيدا شباب أهل الجنة وأنهما ريحانتاه وردت في كتاب السنة والشيعة بشكل مستفيض. مناقب الإمام الحسن عليه السلام. يروي الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عن أبيه كان الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج مشيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر الله العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضرب الضراب السليم وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذكرا لله سبحانه وتعالى، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا. ويروي في مناقب ابن شهر آشوب وروضة الواعظين أنه عليه السلام كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد فرائصه، وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه وقال إلهي ضيفك ببابك يا محسن، قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. أحسنت، رحم الله لديك يوسف. شيء طيب أن نرى مثل هذه المشاركات للطفل يوسف أو سيد محمد أو سيد حسن سيد محمد، فنتقدم لهم الشكر وأولياء أمورهم. يعني إذا كان هناك أي أحد يشجع ابنه يتفضل إلى إدارة الاحتفالات في المأتم، وإن شاء الله يخلون إلى مشاركة بسيطة، فقرة المولد عند سيد جابر وبعدها سحوبات وجوائز. قبل ذلك هناك إعلانان. الإعلان الأول، لجنة الحصاد بجمعية المرخ الخيرية تطلق مشروع حصالة لكل منزل بالقرية، الموعد ليلة غدا فاطلب حصالتك. لطلب الحصالات زهير طاهر والسيد علي السيد محمد والسيد هاشم السيد علي. وأيضا هناك إعلان آخر، من ليلة غد في المأتم سيكون الخطيب هو الشيخ منير معتوق، والمحاضرات تبدأ الساعة 10:30. ما عدا ليالي الوفاة فإن القراءة مع الشيخ منير معتوق أيضا ستكون الساعة 8:15. سنقوم الآن بإجراء بعض السحوبات. سيد محمد تعال اسحب رقم. رقم 26. يتفضل رئيس المأتم لتقديم الجوائز سيد عطية. رقم 26 ما مو موجود غيره. رقم 93 سيد حسين سيد إبراهيم مو مصدق. 93 حياك سيد عطية أو شيخ عبد الحسين تفضلوا. شيخ عبد الحسين تفضل. طال جاهز. رقم ثاني سيد. رقم ثاني حياك سيد. رقم 84.
لا عيسى فلح من صلى على محمد وآل محمد. رقم 15 رقم 15 صلوا على محمد وآل محمد. تفضل شيخنا. رقم 50 رقم 50 عقيل لو جعفر أعطاها يا يمكن يستحي عقيل. صلوا على محمد وآل محمد. رقم 11 سيد محمد صلوا على محمد وآل محمد. رقم 77 رقم 77 سيد مجتبى روح من هناك. رقم 54 زهير صلوا على محمد وآل محمد. وقف في النص. رقم 41 أعطى جائزة استاهل. واحد كله. رقم 60 صلوا على محمد وآل محمد. رقم 63 رقم 63 غير أصحاب خلطهم. رقم 22 سيد حسين كم؟ أوكي تأخر لكن يا الله. رقم 22 هذا تعال حسين صبر حان صورون. هذا رقم كم أبو الحو؟ أربعة. هذا عنده ضيع يمكن. رقم 9 عبد الجليل صلوا على محمد وآل محمد. تسلم. رقم 92 رقم 92 سيد علي كالعادة صاحب الحظ السعيد. رقم 83 عبد الله صلوا على محمد وآل محمد. رقم 89 89 سيد علوي بين وبينك بسرعة. أوه خدعنا قعد 89 ستخصص جائزتان ايضا للذين شاركوا. سيد محمد سيد حسن سيد محمد حيا صلوا على محمد وآل محمد ويوسف جلال ايضا جيب الجائزه. يوسف جلال لتشجيع الاطفال على المشاركه في الاحتفالات. سيد حسن ايضا
قراءة القرآن. الآن باقي كم؟ ثلاث. رقم 14. من هو هذا؟ 14 يمكن مو من الديرة له. خليه يفصخ يثبت. رقم 14 ما في؟ رقم 52. من أعطي؟ من أعطي؟ رقم 21 سيد. أوكي سيد هاشم. باقي واحدة له. هذا من كرمه ومن كرم اللي يتوقع صحيح منه هذا. من سويا لقاء بسيط منشوف. السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله من هو يعرف صوته. السلام عليكم. وعليكم السلام. متباركين. الله يبارك فيكم. انت من المرخ؟ لا. خلاص عجل كنس الجائزة. صلوا على محمد وآل محمد. منو؟ هذا نسيب بيت حج علي القبيطي والبيتهم ما أدري بصراحة. صلوا على محمد وآل محمد يستاهل. هذا حفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استريحوا يا شباب اسمعوا المولد. استريحوا يا أطفال. استريحوا. كان صلوات الله عليه يحدث أمه في بطنها ويؤنسها بتسبيحه. فلما حضرتها الولادة لم تجد ألما ولا وجعا. فدخل عليها النبي صلى الله وقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا. فطوبى لك بحملك بالزكي والسبط البهي. فإن جبريل عليه السلام قد هناني به. وإنه أخوه الحسين عليه السلام سيدا شباب أهل الجنة. وإن الله تعالى سيظهره لك. وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي. هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة. ثم قال لأسماء بنت عميس وأم سلمة أحضرا ولادتها. فبينما هي عليه السلام جالسة يا مستمعين النظام استعدوا للقيام. فبينما هي عليه السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم. وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا. وقد امتلأ البيت من روائح الطيب. وإذا بها قد وضعت بولدها الحسن عليه السلام أفضل عليك يا رسول الله صلوات صلى على محمد علي صلوات فاطمة الزهراء صلوات الحسن والحسين صلوات أئمة المعصومين صلوات صاحب العصر والزمان إلهي عجل
صاحب العصر والزمان إلهي صاحب العصر والزمان. الله يعودكم إن شاء الله والله يثيبكم وعادنا الله وإياكم على مثل هذه المناسبات في خير وعافية. استريحوا توجد وجبة سحور يا جماعة استريحوا توجد وجبة سحور.